يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا ومتابعينا وين ما كنتوا. قبل اقول لكم احنا وصلنا اي فقره، ترى بالعاده عبد الله ياكل لكن استغربت ان اسيا بدات تاكل. تعويض عبد الله مش موجود شو. طبعا وصلنا مشاهدينا كالعاده اكيد مع اسيا فقره الطبخ، واليوم بتسوي لنا طبق جدا لذيذ اللي هو جراتان سالمون المخبوز. وتخبرنا عنه لا 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 اكثر. خبرنا على الجراتان. اول مره توني الجمله كامله. شو الجراتان؟ الجراتان شو اصلا اسم الجراتان؟ الجراتان كلمه فرنسيه، هاي الكلمه كتعني اي شيء بيدخل للفرن او صينيه بتدخل للفرن بتاخذ وش او وجه يكون متحمر شوي. اها فهذا الجراتان، وغالبا الجراتان كل المكونات تبعه بتكون يعني نيه، يعني كله بيدخل للفرن ينضج بالفرن. اها عشان هيك بياخذ وقت طويل شوي في الفرن، من 40 لساعه تقريبا، وبيصير بالاخر متحمر. يعني نفس البشاميل تقريبا يعتبر؟ نفسه لا، بس هو في جراتان انواع كثير، في جراتان البطاطس، جراتان الباستا، جراتان، بس هو الكلمه مقصود بها الوجه الاحمر للصينيه. يعني جميل، اذا خبرينا عن المكونات. اليوم رح نعمل صينيه طوارئ، لانه امبارح اتصلوا فيا وقالوا لي انه في فقره اليوم بعد ما كانت اتلغت، فرح نسميها صينيه مطبخ الطوارئ، اللي هي اللي بتفيد لكل سيده تطلع لها يعني مثلا مشوار او شيء. الميزه في الصينيه ان هي فيها كل المكونات وكل يعني كل الحصص. راح تكون صينيه باستا او مكرونه بالسالمون مخبوزه في الفرن. الباستا مو مسلوقه ولا اي شيء معمول غير الصوص وبتدخل للفرن. جميل، اذا نخبر مشاهدينا اي مكونات. اول شيء بنحتاج طبعا مكرونه او الباستا، وكيف ما قلت اي نوع من انواع الباستا، بس يستحسن يكون نوع شويه متوسط مثل البيني او الفوزيلي. وبعدين عندنا بصل مفروم، وعندي هون صلصه طماطم او عصير طماطم اللي هي العلب او لو حتى موجود بالبيت، وعندي الشبت، وعندي هنا السلمون، سلمون فريش بس يكون متقشر ومتنظف ما فيه لا قشره ولا شيء، بس صابر يعني. وعندي قطع من مكعبات او مكعبات من جبنه الشيدر، وعندي هون موتزاريلا مبشوره، وعندي زبده بنكهه الثوم، او ممكن نعمل زبده مع الثوم عادي. ليش نوعين من الجبن؟ واحد بيتحط مع الحشوه وواحد بيتحط على الوجه. لا. لانه الجراتان على فكره لازم يكون فيه جبن على الوجه ليساعد على التحمير. اوكي جميل، كم مده ما خلصتي الكاشو؟ احنا راح نحتاج الكريمه، لانه راح نعمل احنا صوص شوي يكون بينك، وراح نحتاج كمان صلصه طماطم، راح نحتاج ملح، فلفل اسود، وبابريكا، بس هدول المكونات. شو هالشيء ثاني شيء؟ رقائق ثوم، لانه في ناس ما تحب الثوم يكون شوي كثير، بيحطوا بودره الثوم. جميل، وهالطبق كم ياخذ وقت الفرن؟ هو تحضيره هون على الكاونتر او بالمطبخ بياخذ 10 دقائق، تمن ل 10 دقائق، لانه هو بس الصوص انت بتسوينه؟ الصوص احنا الصوص بس بدنا يتكون مكوناته وينسجم، يعني مثل كاننا سوينا بشاميل، بعدين بنسكبه على الباستا وعلى المكونات وعلى الفرن. كم على الفرن؟ الفرن لو الباستا من الانواع يعني من الجوده المليحه اللي بتكون مكتوب على العلبه مثلا 8 ل 9 دقائق، هذه بتاخذ في الفرن تقريبا 25 دقيقه. لو الباستا مش متحدد يعني مده السلق تبعها او النضج تبعها بتاخذ 40 دقيقه. زين نبدا تحطي مكونات الصوص. فاول شيء نعمل الصوص، بيبقى خليط ما بين الزيت والزبده. طبعا احنا بنعرف انه لو حطينا الزبده بس بتكون متعرضه للحراره بسرعه وبتتحرق، لان يعني نتفادى هالمشكله بنحط معها شويه زيت. طبعا هذا لمحبين السالمون، بس بالعاده الجراتان ممكن تسوينه ببطاطا، بالدياي وغيره. على فكره ممكن هذا الطبق يتسوى بكذا بروتين، يعني ممكن نشيل سالمون نحط الروبيان، ممكن بدل الروبيان نحط كلاماري، ممكن بدل الكلاماري نحط دجاج، ممكن نحط لحم، بس هو السالمون اكثر شيء بيمشي معه. اوكي قلت المعد، يعني الشخص يوم انحرج يستوي جراتان. هل ممكن استبدال المكونات يعني نوعية الجبن؟ ممكن الجبن نحط اي نوع من انواع الاجبان، سمك غير هامور مثلا. بس انت وانت بتسمعي المعد قلت لك انه السمك ممكن نحط بداله الروبيان، كشفتيني ما شاء الله عليك. الروبيان، الكلاماري، الدجاج، الكفته، يعني اي نوع من انواع البروتين.
او ممكن الاجبان نحط اي نوع من انواع الاجبان اللي احنا بنحبها. يعني في كمان تركيبه حلوه ما بين الروبيان والريكفور مثلا. يعني كله. بس هو الجراتان معروف انه هو من الاطباق اللي بتريح المطبخ الفرنسي، يعني كل السيدات بيحبوا يطبخوا الجراتان لانه ما في ستيبس كثير او خطوات كثير، بناخذه على طول على الفرن. يعني ما بياخذش وقت طويل. طبعا آسيا تعرفين نحن اليوم عندنا مسابقه اللي هو نذكر ثلاث انواع من السوشي. وانا عاد ساعدتهم. انت عاد بتساعدينهم في شيء؟ لا انا عملت لهم السوشي يوم طرحت السؤال بس جاي بالي. ما شاء الله عليك. انزين طبعا مشاهدينا بنخلي شيف آسيا تجهز هني الصوص. نحن الحين بننتقل للزميله منصور احمد مباشره من كاستر الامواج. ما اعرف تشوفوني مع هالدخان. كاستر الامواج ابو ظبي خلي يخبرني عن الفعاليه اللي موجوده هناك. وردين منصور. لا حياك. نبدا مشاهدينا الشيف آسيا ونشوف شو صار في الصوص. الصوص البصل دبل، فراح نحتاج بس نجيب الثوم وبعدين بنمزجهم مع بعض. بس اهم شيء انه البصل يدبل على نار متوسطه، يعني مش عاليه كثير. وبنحط الطماطم او الطماطم. ها انتوا تقولوا بالامارات طماطم. ايه. طبعا الحين يس تخلطين انت المكونات مع بعض. وبنحط معاهم الشبت او الشبات. لكي انت تخيلي شبت طعمه كيمشي رائع مع السلمون. المشكلة ما احب المأكولات البحرية. يعني السلمون السمك وشي لا الرميان. يعني ما بتاكلين اليوم؟ لا سالمون للاسف. لا بس الكروك هني كله بحري ما شاء الله عليه. ساعدني بيقول انا حاكل. زين. وبنحط الصلصه، هذا الغرض منها بس تعطي اللون. هاي بس مكونات الصوص خلصنا؟ لا لسه بنحط البهارات، وبعد ما الصوص كله يتكاتف بنحط له الكريمة لأنه بدنا يكون عندنا صوص وردي شوي أو اللي هو الروز صوص. ها. بنحط الفلفل الحلو، بنجيب الفلفل الأسود والملح. زين لابد انه شوي تتخالط المكونات في بعض، ما بنحط كل شيء مره واحده. خلينا الحين من مطبخ شيف آسيا ننتقل لمطبخ ثاني، المطبخ الاماراتي والاكلات الشعبيه الاماراتيه. تقرير جدا مميز، خلونا نتابع مع بعض وردين لكم ونكمل طبقنا مع الشيف آسيا. وصلنا مشاهدينا معاكم للفقرة الأخيرة في حلقتنا، وطبعا أكيد شيف آسيا بعدها ستسوي الصوص. ما أدري عاد وين وصل الصوص. وين وصل الصوص؟ الصوص أنا وصلت الكثافة اللي بغيتها اللي هي فيها متجانسين كل المكونات. بنضيفوا له الكريمة ليكون عندنا الروزي صوص أو الروز صوص. هو لونه بيكون بينك لأنه مزيج ما بين الكريمة والطماطم. هذا اللي بيعطي له اللون أو القوام الحلو كتير. ما حطينا دقيق لانه الكريمه فيها عامل ربط، هي مو خفيفه مثل الحليب. بنخليهم يغلوا شوي بسيط. خذ اللون على طول. اهي بنخليهم يغلوا شوي وبنجيب الباستا تبعنا او المكرونه وبنبلش نحط المكونات اللي احنا فاضلين عندنا في الوصفه. هذا السلمون. ها. كيف ما قلت يعني مثل الكباب متقطع مكعبات. خليني بس اوطي على الصوص. ما بيصير معلومة لكل مشاهدة انه نحط الكريمة ونخليها فترة طويلة على النار في اي وصفة من الوصفات، لانه بعدين بتفصل منها القشدة اللي جواتها وبتتحول لحليب. يعني وبتفصل او الطبقة الدهنية اللي جواتها بتطلع لفوق. فبنحط السلمون هيك متقطع بهذا الشكل. ما نغطيه كامل المعكرونه بالسالمون يعني شيء لا بس يعني كل واحد تكون متفرقه فيها. انا المكونات اللي حاطينها على الشاشه هي مكونات لصينيه كبيره مفروض اللي نزلت على الشاشه.
بس احنا عاملين صينيه صغيره. واللي في خطوتين من الجبن معناتها. ايه في خطوتين من الجبن، هذا الجبن التشيدر مكعبات، مثل ما قلت ممكن نحطوا الادام، ممكن نحطوا الريكفور، بس يعني نراعي بس انه مش كل الاجبان بتمشي مع بعض المكونات. يعني مثلا الريكفور ما بتمشي مع الطماطم، اذا حابين نعملوا الريكفور ممكن نشيل الطماطم ونخلي المكرونه بس كريميه، يعني بس الكريمه والشبات، هذول بس المكونات اللي نحطه. جميل، يعني هالنصائح المفروض الواحد انه يتبعها ويحطها بعين الاعتبار. هو معظم السيدات ما شاء الله دابا كيعرفوا التركيبه تبع البهارات والمكونات مع بعض. يعني اليوم جلبتي مغربي العاده مصري. لا بس بطعم يعني عشان الكل يفهم. اي هذا الصوص بس نبغى ننوه للمشاهدين انه ما يحتاج تكون بنفس هاي المكونات، ممكن هالصوص تضيفون له او تسوونه بطبق ثاني سواء البشاميل ولا غيره، لان فعلا صوص وايد لذيذ، انا جربته قبل شوي. ترى ترية المعكرونه بتستوي هني داخل الفرن. وبعدين بنحطه، بس نتاكدوا انه بينزل بكل الجوانب لا تستوي المكرونه. جميل. اوكي خلاص، مثل ما قلت ممكن نحط اي نوع من انواع الاسماك. وممكن الجبن نخلط. مش الحين نضيفينه؟ هلا نحط الموزاريلا. طبعا ما شاء الله عليك انت اسيا، اوريدي مجهزه لنا الطبق. الطبق السحري، فهذا الشكل النهائي بندخله الفرن. ويتم 25 دقيقة. 25 دقيقة. وعندنا واحد جاهز. لا بس هو سخن بنجيب بس. اوكي لين ما انت طالعين اسيا نحن نبغى ننوه للمشاهدين عن السؤال طبعا اللي كان مسابقتنا الاسبوعيه، السؤال طبعا كان اذكر ثلاث انواع من السوشي. وهني الاشخاص اللي جاوبوا، ما في وايد اشخاص جاوبوا يمكن لانهم ما يحبون السوشي او في اسم طاح. حرام ان شاء الله. الجمهور بتاع المحشي. ثلاث يحبوا المحشي. انزين شليته يعني يمكن هو من نصيبه فعشان شي. انزين وفي ثلاث طبعا فايزين ونقول الف مبروك لاول استن. بطيس هيل سيف عبيد الف الف مبروك، طبعا قسيمه ب 500 درهم من سوشي، بتصير ان شاء الله انت بتستمتع مع اهلك. والاسم الثاني نقول الف الف مبروك. عايشة سلطان سالم الكعبي ألف مبروك الغالية، قسيمة ب 500 درهم من سوشي. والاسم سوشي الأخيرة، سوشي الأخيرة اللون الأخضر. شيخة سعيد راشد الزحمي ألف ألف مبروك عزيزتي. طبعا كل قال أنواع مختلفة من السوشي، أنا حاولت أني أساعدكم بثلاث أسامي اللي أسهل الأسهل أسامي، طبعا هم معطيني لستة كاملة، في غيري سوشي، ماكي سوشي، أوشي سوشي، وناري سوشي، وأوكي ياسي عدل لي إياها من فوق. في وايد أنواع من السوشي، أنا مش من محبين السوشي. سوشي وأولاده، سوشي وأولاده. فنقول ألف ألف مبروك، وإن شاء الله اللي ما حلف الحظ إن شاء الله المرات الجاية بيفوز معانا في صباح الدار، لان ما شاء الله نحن آسيا كل اسبوع، كل أسبوع عندنا حمد. سؤال وعندنا مسابقه وعندنا جوائز. وهذا هو الطبق، هذا الطبق النهائي. نجيب له شي حاجه خضراء بس ألف عشان عافيه. العين بتاكل نفس الشكل، معكرونه بالبشاميل. هات شي خضراء اهم شيء. ما بتذوقين؟ لا انا بدوق. انت ذوقي طبق السم بيدوقوا. خبرينا كيف الطعم. لا بعدك ما طعمتي اسيا. لا لا طعمي لا عدل. نعمل حركات الدويق. اي اوكي الدويق بياخذ اول معلقه بعدين ثاني معلقه. بالعافيه. ها كيف؟ اوكي يعني طبعا مشاهدين احنا للاسف وصلنا لختام حلقتنا، كل الشكر لك اسيا على هذا الطبق الجميل، واكيد لنا لقاءات ثانيه واطباق ثانيه. أكيد. لكن ودي انا بطبق عدشي انا احبه. خلاص بعيد شوي عن السالفه. قولي شنو نفسك اطبخ لك الاسبوع الجاي، انا بعمل لك اياه دغري. زين شوف خاطري عاد. زين معكرون بالبشاميل. خلاص نعمل معكرون. يقول لك المعد استاكوزا، بس ايه ده استاكوزا؟ ما تاخذيش بالك في المعدة. صدق لا هذا المخرج. المخرج ما تاخذيش بالك منه. أكلة مصرية؟ استاكوزا هي الكراب. لا لا
لا ابغي معكرون بالبشاميل تعويضا عن السالمون. يقول لك بريستا كوزا برضه زين. قول بنت بتقول لك انت كل شيء بحريات. كل الشكر لك اسيا ما قصرتي. نحن مشاهدينا للاسف وصلنا لختام حلقتنا، ان شاء الله ان فقراتنا لليوم عيبتكم. اكيد يجدد اللقاء الاسبوع الجاي. تقبلوا تحياتي رحاب عبد الله واجازه سعيده للجميع. باي. باي.